السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. النهاردة إن شاء الله هنعمل السكشن التاني في النيماتودز عشان نكمل رحلتنا اللي بدأناها المرة اللي فاتت. طبعا احنا خلصنا التريماتودز وخلصنا السيستودز وبدأنا المرة اللي فاتت في النيماتودز، قلنا إنها أرقى ديدان في عائلة الهلمنسز، وعرفنا إن الأدلت جنرال مورفولوجي أصبح عندي بقى دودتين، دودة ميل ودودة فيميل، وعرفنا القاعدة في التفريق بينهم. الفيميل النهاية بتاعتها ستريت وبيبقى حجمها أكبر، والميل بيبقى حجمه أصغر والنهاية بتاعته بتبقى كويلد. أي تفاصيل تانية في المورفولوجي ما تهمنيش طالما ما قلتلكش على حاجة تميز بيها الدودة عشان تستفيد منها في استنتاج الباثولوجي والكلينيكال بريزنتيشن بتاعها. الإيج جنرال مورفولوجي احنا اتفقنا ان البيضة برضو بتنزل اماتيور وبعدين تبقى ماتيور، يعني بيتكون جواها لاربا، واتفقنا ان القاعدة بتاعت الاجز اوف نيماتودز هي سبيشال كاركتر للبيضة. يعني المرة اللي فاتت خدنا مثلا الاسكاريس بتبقى بيضة معرجة من بره مميليتد، يعني الانتروبيس برضو خدناها كان شكلها دي شيبد. النهاردة ان شاء الله هنكمل ونشوف شكل دوتين تانيين. اللاربال ستيجز اتفقنا ان احنا عندنا خمس لاربات، الواحد وال اتنين دول اسمهم رابديتي فورم لارفي، اللي تلاتة فيلاري فورم لارفا، وبعدين ال اربعة وال خمسة. دول خمس لاربات بينهم اربعة مولتس، واتفقنا على حل المشكلة بتاعت اماكن المولتس بان اخر مولت محجوز لبيت الدودة، والتلاتة التانيين بسأل نفسي سؤالين عشان اعرفهم. السؤال الاول هي الدودة دي طيبة ولا شريرة، تاني سؤال الدودة دي بتحب بيتها ولا بتحب السفر. لو دودة شريرة بتختار L3 كانفكتيف ستيج، وبالتالي يكون المود اوف انفكشن بتاعها هو سكين بنتريشن، وبالتالي اول 2 مولتس دول بيحصلهم في التربة، المولت الثالث بيحصل اثناء المايجريشن يعني وهي في الرئة، والمولت الرابع بيحصل في بيتها. واتفقنا على كيفية المايجريشن وقلنا ان المايجريشن ليه نوعين، نوع خارجي اللي هو في التربة ونوع داخلي في الجسم في الهوست، يعني هل هي بتتفسح لما تدخل الجسم قبل ما تدخل للبيت بتاعها، ولا بترجع لبيتها وتقعد فيه من غير ما تتحرك. لو دودة طيبة وبتحب السفر خدنا مثال ليها الاسكارس المرة اللي فاتت، قلنا الانفكتيف ستيج بيبقى L2 اللي جوه البيضة، وبالتالي المود اوف انفكشن بتاعها بيبقى اورال انجشن يعني عن طريق اكل ملوث بالبيضة اللي جواها L2. خلاص ادي L1 موجودة في التربة، وبالتالي المولت الأولاني ده حصل في التربة، المولت الرابع محجوز لبيتها، يبقى المشكلة في المولت التاني والتالت، ودول بيحصلوا أثناء المايجريشن وهي موجودة في اللنج. دي كانت دورة حياة الأسكارس. ثم المثال الأخير اللي هو لو دودة طيبة بقى وبتحب بيتها، قلنا إنها بتختار L1 اللي جوه البيضة، وبالتالي الأربعة مولتس دول بيحصلهم في داخل الهوست في البيت بتاعها. خدنا المرة اللي فاتت مثالين اللي هو مثال الاسكاريس لامبركودز، وقلت لك ان مفتاحها هو في اسمها، طالما اسمها مفيش فيه كلمة تدل على انها شريرة تبقى طيبة، وده جواب اول سؤال. والسؤال التاني بتحب بيتها ولا بتحب السفر، قلنا ان اسمها حية البطن، وعرفنا ان حية من الحياة وبالتالي بتحب الحركة، ووريتكم المرة اللي فاتت صورة ازاي انها بتحب المايجريشن. برضو الانتروبياس فيرميكولاريس خدناها المرة اللي فاتت وعرفنا انها دودة ليها سبيشال تايب اوف مايجريشن، حتى حكيت لكم القصة ازاي الام بتحكي عن الدودة اللي شبه دود المش اللي بتلاقيها في الاستول او حوالين فتحة الشرج، وعرفنا القصة بتاعت الانتروبياس فيرميكولاريس المرة اللي فاتت وازاي مفتاحها كان في كلمة سبيشال تايب اوف مايجريشن. تعالوا بقى النهاردة نبتدي مثالين تانيين، والحقيقة المثالين برضو ينطبق عليهم القاعدة وكل حاجة لكن محتاجين فهم شوية. انكيلوستوما ديودينال، انا قلت لك طالما الدودة في اسمها اشارة تدل على انها عندها مشكلة شريرة يعني تبقى شريرة، وبالتالي الانفكتيف ستيج بتاعتها هتبقى L3. طب دي مش في اي مشكلة في الاسم ده يا جماعة؟ انكلو يعني متنية، وهفهمكم بعد شوية ليه متنية. استوما يعني بقها، يعني الدودة اللي بقها متني وعايشة في الديودينام، دي كلمة ديودينال بس الحقيقة انا مش هترجمها كده، احنا هترجمها ازاي؟ الدودة
اللي مشكلتها في بقها، ده اللي يعنيني من اسمها، الدودة اللي مشكلتها في بقها. ماله بقها؟ مليان خناجر وسكاكين بتهبش بيهم في الميوكوزا وتقطعها، وبالتالي الميوكوزا تنزف 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 دم. المريض اللي قاعد ينزف كل شوية ده، الدم ده بينزل طبعا في البراز ولص للبلد وللهيموجلوبين بتاعه، فبيجي لك في الاخر بانيميا، وتبقى دي اشهر شكوى لمريض الانكليستوما ديودينال هو الانيميا. طيب مش هي بتهبش في الميوكوزا بس، لا، ده المكان اللي بتهبش فيه بتفرز فيه مواد تمنع التجلط، وبالتالي حتى لما بتمشي وتسيب الميوكوزا الحتت اللي كانت ماسكاها دي بتستمر في النزيف، وبالتالي يفقد المريض دم اكتر. مش بتكتفي كمان بالحتت اللي بتهبشها، ده بتتفسح في الميوكوزا، تهبش دي وبعدين تروح لحتة تانية تهبشها، وبعدين تروح لحتة تالتة تهبشها، معنى كلامي انها بتحب المايجريشن. وكده ولا كده، انا عارف ان اي دودة شريرة لازم تكون بتحب المايجريشن، لانها قعدت في التربة لحد ما وصلت ل L3 كلارفا، وبالتالي ده دليل انها بتحب المايجريشن. انا كده خدت كل المعلومات اللي انا محتاجها في الدودة دي. دودة شريرة عرفت منين؟ عشان اسمها بيقول لك استوما، يعني بق، يعني الدودة اللي مشكلتها في بقها، وبالتالي اختارت الانفكتيف ستيج بتاعتها L3، وبالتالي المود اوف انفكشن هيبقى اختراق الجلد اللي هيدوس على التربة. طبعا اي واحد حافي هيدوس على التربة، هينطبق عليه نفس المثل. طيب بتحب السفر ولا بتحب المايجريشن؟ عرفنا انها بتحب المايجريشن، وبالتالي كده انا قدرت استنتج اماكن المولس. يلا اهي اهي الديخ، عرفت انها تبقى دوده شريره، اختارت الفيلاري فورم لارفا انفكتيف ستيج، واحد واثنين اول مولتين هيحصلهم في التربه، المولت الرابع محجوز في بيتها، المولت الثالث هيحصل اثناء المايجريشن، ودي كل اللايف سايكل بتاعت الدوده. خلاص ما عادش في الدوده اي مشكله بالنسبه لي. تعالوا كده نشوف شكلها ايه عشان بس نتعرف عليها في العملي. انا قلت لكم انها اسمها انكيلو ستوما، يعني لما تيجي للجزء الانتيرور ده اللي فيه البق ده يا جماعه، اللي هو الاستوما بتاعتها، هلاقيه متني متني كده دورسالي، مش مهم متني لايه عشان بس ما تتلخبطوش، هي المقدمه بتاعت الدوده متنيه وخلاص، فبتبقى شبه الخطاف، عشان كده بنقول عليها هوك وورمز. يعني ايه؟ يعني الدوده اللي شبه الخطاف. طيب انا كده عرفت من قدام العلامه اللي هتعرفني انها انكلوستوما، انها متنيه وفي نفس الوقت بقها واضح جدا وقوي وعامل زي فتحه الخرطوم. انا هكبر لك شويه على بقها علشان تشوف شكله ايه وتفهم احنا ليه مسمينه اسم خاص، اسمه بكل كبسول. كبسول الخاص ببق الدوده ومليان خناجر وسكاكين هنشوفها دلوقتي. تعالوا كده نبص اهي كده، خلي بالك انا واقف ورا الدودة عشان ابص عليها، يعني الدودة اهي، ده قدام وده ورا بالنسبة للدودة، ده كده قدام، ده الفنترال اسبكت بتاع الدودة وده الدورسم، مش مهم ما تلخبطش نفسك، المهم ان التانية دي علشان اشوفها واشوف البق بتاعها اقف ورا الدودة هنا، يعني هنا برضو هقف ورا الدودة هنا وابص اشوف انا شايف ايه، هلاقي دماغ الدودة معوجة لورا كده، وبقها بقى مليان جوه خناجر وسكاكين، اسمها ايه؟ اسمها تيس واسمها بليتس واسمها لانست، ما تشغلش بالك بالتفاصيل دي، ما تخصكش في حاجه. ادي صوره مقربه لداخل الدوده، شايفين فتحه البق شكلها ايه يا جماعه؟ شبه فتحه الخرطوم بالظبط. ليه؟ ده مش بق عادي، مش بق عادي زي بقيه الديدان، ده 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 ده, ده بق هيمكنها انها تخرب الميوكوزا عشان تنزف، اصل الدوده دي يا جماعه غذائها الدم، يعني بتهبش الميوكوزا تنزف علشان تشرب الدم ده وتتغذى عليه. خلاص فهمنا كلمة الدودة اللي مشكلتها في بقها معناها ايه عشان البقال كبسول دي، يبقى انا بعرف الدودة انها انكلستوما من بقها اللي هو الفتحة القوية اللي شبه فتحة الخرطوم دي. طب باقي ان انا اعرف هي ميل ولا في ميل، ارجع لورا. الحقيقة انا مش هطبق القاعدة بتاعت زمان اللي هي الميل نهايته كويلد والفيميل نهايته ستريت هنا، لا، انا هقول لك ان الميل بيبقى نهايته حاجة اسمها كوبيولاتوري بيرسا، مش مهم اسمها، هي حاجة شبه ديل السمكة بتساعد الميل انه يمسك الفيميل اثناء الكوبيوليشن، اثناء التزاوج يعني، مش مهم الكلام ده كله. المهم انا عرفتها من قدام بالبقة الكبسول اللي هي فتحة الخرطوم دي، عرفتها من ورا بديل السمكة في الميل، والفيميل بتبقى نهايتها ستريت. الشريحة العملي اللي عليكم هتبقى الميل مش الفيميل. ماشي يا جماعة؟
ادي منظر مقرب للكوبيولاتوري بيرسا، تفاصيله مش مهم، تفاصيل المورفولوجي بتاعه مش مهم عليكم. تعالوا بقى نشوف منظر تاني، والرسمة دي برضو عليكم، اللي هو ادي منظر الميوكوزا هي يا جماعة، وشايفين الدودة، ادي الدودة اهي هبشة في الميوكوزا ومدخلة فولد من الميوكوزا جواها، ادي السنانة اهي غرسها في الميوكوزا عشان الميوكوزا تنزف، وجزء من الميوكوزا موجود في بقها. ده منظر الانكليستوما وهي ماسكة الميوكوزا في بقها. تعالوا نشوف منظر الايج، وهحقق لكم برضو الوعد اللي احنا بنتكلم عليه كل مرة. هي كالعادة دودة بتنزل بيضتها اما تيور وبعدين تبقى ماتيور، ومنظر البيضة مميز جدا يا جماعة، هو المنظر ده ان بنوصفها نقول عليها segmented egg. يعني ايه segmented egg؟ يعني الجنين بشوفه تحت الميكروسكوب الخلايا بتاعته بعدها بعيني عادي كأنها مرسومة بالقلم، كأنها segmented، يعني البيضة كأنها segmented، الخلايا متقسمة كويس قوي جوه. ايه كمان؟ كمان بيبقى في سبيس ما بين الخلايا دي وما بين الجدار، وكمان البول ده والبول ده بيبقى مبطط بلانت كده قدامكم. يبقى تاني احنا طبعا هنشوف الرسمه في تحت الميكروسكوب، هوريها لكم في الاخر، هي زي دي بالظبط، خلايا اقدر اعدها بعيني، وفي سبيس ما بين الخلايا والجدار، وكمان ده مبطط وده مبطط، اللي هو البول ده والبول ده من البيضه مبطط، وكاني ضاغط عليهم مبططهم. مواصفات البيضه كالعاده علينا، اللي هو الحجم والشيب والكلر والكونتنت. طبعا الكلر بتاعها ترانسليوسنت، تضيفها بقى على البيض اللي بينزل ترانسليوسنت زي ما قلنا المره اللي فاتت. الكونتنت انا قلت لك طالما انا بقدر اعد الخلايا بنفسي يبقى هقدر اقول لك هي جواها كام. البيضه دي يا جماعه اول ما بتنزل، بيضه الانكلستوما اول ما بتنزل بيبقى جواها اربع خلايا مرسومين كده قدامي بقدر اشوفهم، يبقى الكونتنت بتاعها اربع خلايا، يعني اول ما بتنزل من العيان بيبقوا اربع خلايا. الانكلستوما مثلا لما شوف الاسكاريس لما شفناها المره اللي فاتت كانت هي 1 سيل ستيج، فعشان كده لما بتيجي تشوف الكونتنت بتلاقي مكتوب 1 سيل ستيج. الانكلستوما اول ما بتنزل بتبقى 4 سيل ستيج، يعني اربع خلايا بس. اللارفال ستيجز كالعاده هم خمس لارفات اهم بينهم اربعه مورتس زي ما احنا متعودين. ماشي يا شباب، تعالوا نشوف اللايف سايكل. احنا اتفقنا انها دوده شريره وبالتالي هتختار ال 3 كانفكتيف ستيج لي. اهو ادي الرسمه، الست خطوات العاديين بتوعنا اللي احنا متعودين عليهم. الادلت عايش في السمول انتستين اوف مان، عرفت منين انها في السمول انتستين؟ ما اسمها ديودينال، تبقى عايشه في السمول انتستين. تاني حاجه يعدي اماتيور ستيج في الاستول. الخطوه الثالثه خطوه الماتيوريشن اوف ايج، اللي هو تكوين اول لارفا داخل البيضه زي ما اتفقنا. الخطوه الرابعه فورميشن اوف انفكتيف ستيج، بنسال نفسنا هي ايه الانفكتيف ستيج؟ احنا اتفقنا طالما دوده شريره تبقى ال 3، يبقى انا هتكلم هنا على قصه تحول ال 1 لل 2. يبقى ال 1 هتعمل مولت في التربه تتحول لل 2، وبعدين ال 2 تتحول الى ال 3، وبعدين لما هتيجي خطوه رقم 5 ادوس على التربه برجلي وانا حافي اللارفا دي تخترق رجلي. الله، يعني معنى كده ان اللارفا بقت حره في الاستول؟ اه، هي اللارفا دي بس اللي حره؟ لا، ده ال 2 وال 1 هي كمان بقت حره في الاستول، لانها خلاص هي عامله حسابها هي مش محتاج جدار، مش محتاجه جدار البيضه في حاجه، هي هتطلع في السويل وهتتغذى عليه، بس بشرط ان تبقى مواصفات التربه فيفرابل، يعني لصالح الدوده، مناسبه ليها، سواء درجه الحراره او درجه الرطوبه او توافر الاكسجين او النيوترينتس او البي اتش الى اخر هذا الكلام. طالما فيفورابل كونديشنز بتطلع وتتحرر اللارفا من البيضه وتاكل وتعمل المولتين بتوعها وتتحول ل ال 3 اللي انا منتظرها. خلاص المود اوف انفكشن احنا عرفناه، اللي هو بنتريشن اوف سكين، اكتيف بنتريشن اوف سكين، يعني اللارفا بتخترق الجلد بتاع الرجل اللي هتدوس عليه. وبعدين وبعد كده الخطوه رقم 6 اللي هي قصة تحول اللارفا دي اللي هي ال 3 لأدلت. نسأل نفسنا سؤال، هي اللارفا فين دلوقتي؟ قلنا إنها موجودة في السكن، أنا عايزها توصل فين؟ للإنتستين. ها، بتحب الهجرة ولا ما بتحبش؟ طبعًا بتحب. طب تعالوا كده، إحنا عارفين القصة بقى من المرة اللي فاتت إنها هتمشي مع الفينس درينج اللي تروح للرايت سايد أوف ذا هارت، وبعدين البالمونري أرتري، وبعدين تقعد في اللنج شوية،
تتمتع بقى بالجو الجميل والاكل والاكسجين والدم والكلام ده، وبعد كده لما تخلص المولت اللي باقي لها هتقوم عامله ايه؟ هتقوم ماشيه في الالفيولاي، الالفولار داكت، البرونكيولز، البرونكاي، التراكيه، ثم ابيجلوتس، وتنط على الجاسترو انتستاينال تراكت، تنزل تروح بيتها وتعمل المولت الاخير اللي متبقي لها. ادي اللايف سايكل بتاع الانكلستوما زي ما احنا متعودين. اللايف سايكل ادي الست خطوات اللي احنا قلنا عليها ولسه قايلها لكم دلوقتي. مايجراتوري، قويه مفتريه بتحب السفر. ادلت عايش في السمول انتستين، يعدي اماتيور ايج وبعدين يحصل لها ماتيوريشن وبعد كده تتحول لانفكتيف ستيج، يعني قصه الاتنوم تو مولز دي الخطوه الرابعه. الخطوه الخامسه المود اوف انفكشن اللي هو سكين بينتريشن. الخطوه السادسه هي تحولها لادلت، يعني هتعمل مولت في اللنج ومولت في السمول انتستين زي ما اتفقنا. سؤال يا جماعه، مايجراتوري لارفي، انا كلمتك عن لارفات بيهاجروا داخل جسم الهوست اللي هو الانسان اللي هو الديفينيتيف هوست. انا قلت لك ديفينيتيف هوست ليه؟ اصل في ادلت عايش جواه، وكنا قايلين لكم قبل كده ان في حاجه اسمها انترميديت هوست، هو الهوست اللي بيبقى مستضيف اللارفال ستيج. سؤال، انت بتكلمني عن لارفات بتهاجر داخل جسم الانسان، هل ده معناه ان الانسان هنا يقوم مقام الانترميديت هوست؟ الجواب هو لا. ليه؟ لان الانترميديت هوست هو تعريفه هو الهوست اللي بيستضيف الاماتيور ستيجز او اللارفال ستيجز بشرط انها ما توصلش الادلت ستيج جواه. يعني لو فضلت كانها لارفات يبقى كده اسميه انترميديت هوست وانا مرتاح، لكن لو نجحت انها تتحول لادلت ستيج ما عادش اسمه انترميديت هوست، بقى اسمه ديفينيتيف هوست. طيب احنا كده خلصنا الانكلستوما. بفكركم ان الحاجات المهمه يا جماعه في اي لايف سايكل هي الداتا بتاعه الجدول اللي هو الديفينيتيف هوست ايه، ايه هو الدايجنوستيك ستيج، الانفكتيف ستيج، المود اوف انفكشن، ايه هو الهابيتات. القصه دي كلها احنا خلاص فهمنا شكل اللايف سايكل. تعالوا بقى نشوف الدوده الثانيه اللي هي سترونجلويد ستيركوراليس. وزي ما قلت لك بص على اسم الدوده كده واعرف لي منها هي طيبه ولا شريره. هي دي اسمها ايه؟ سترونج، يعني بتقول لك خلي بالك انا قويه ومفتريه، وخلي بالك دي بتفكرك بكلمه سترونج اندبندنت فيميل، واحفظ الجمله دي كويس قوي لانها بتلخص لك كل الدوده. هي سترونج، هي قويه ومفتريه فعلا. ليه؟ لانها بتبهدل الميوكوزا، بتبهدلها بتبهدلها. إذا كانت الأنكلستوما بتهبش في الميوكوزا ببقها وبتجرحها، فالدودة دي مش بتهبش الميوكوزا، ده بتخرم الميوكوزا وتنزل تحتها، وولادها لما بيطلعوا تحت الميوكوزا بيخرموا الميوكوزا في الاتجاه التاني. يعني الميوكوزا بتتدمر من الناحيتين رايح جاي، سواء من الأم أو أولادها. مفترية؟ آه طبعا مفترية. يبقى شريرة، يبقى أكيد هتختار ال 3 كانفكتيف ستيج ليها، وكده انا عرفت خلاص قصه اللايف سايكل بتاعتها. بس الحقيقه هي عندها مشكله اضافيه انها اندبندنت فيميل. ولما اقول لك فيميل اهتم لي بالجمله دي قوي، اشمعنى الفيميل؟ امال الميل فين؟ ده هتفهمه من كلمه اندبندنت. اول اندبندنت ليها انها اندبندنت على الميل اصلا. يعني ايه؟ يعني ممكن تتجوز وتخلف من غير وجود الميل، تقدر تخلف من غير ما يكون في معاها ميل. عشان كده بيقولوا ان في الانسان الدودة دي وهي موجودة ما بيبقاش معاها ميل، هي في ميل وخلاص وبتخلف كده لوحدها بحاجة اسمها بارسينوجينيسيس، مش مهم، المهم وخلاص اعرفوا لي دي. ناس تانية بيقولوا لا ده بيبقى الميل موجود وكل حاجة وبيتجوزوا وكل حاجة، بس الميل بيموت بدري فعشان كده ما بنلحقش نلاقيه، مش مهم. يبقى ده أول ترجمة لكلمة independent وعرفنا ليه هي فيميل. المشاكل كلها من الفيميل في الموضوع ده. طب إيه كلمة independent تاني؟ المشكلة إنها independent على حاجتين تانيين، وده بيخلي بدل ما يكون ليها لايف سايكل واحده، لا ده ليها ثلاث اشكال من اللايف سايكل، منهم واحده من اللي انتم متوقعينها اللي هي زي بتاعه الانكلستوما. بناء على ايه؟ انا عندي عاملين في اللايف سايكل بتاعه النيماتودز احنا متعودين عليها.
جزء من اللايف سايكل اللي هو فوق الخط بيبقى جوه الهوست، وجزء من اللايف سايكل بيبقى في السويل اللي هو تحت الخط. والله لو هي بتقسم نفسها ما بين الهوست والسويل زي اي نيماتود، هيبقى السايكل العادية المعتادة اللي هي البارازيتك سايكل، يعني السايكل اللي متقسمة ما بين الهوست والسايكل زي والسويل زي اي بارازايت تاني احنا متعودين عليه. لكن احيانا تبقى اندبندنت على الهوست، يعني مش عايزه الهوست، مش محتاجاه في حاجه، وتكمل حياتها حره وطليقه في السويل، فاقول عليها دي فري ليفنج سايكل، دي عايشه بقى حره في التربه ملهاش دعوه بالهوست، مش عايزاه في حاجه. واحيانا تبقى اندبندنت على السويل، يعني مش محتاجه السويل في حاجه، وتكمل دوره حياتها بالكامل جوه الهوست. ومعنى انها بتكمل دوره حياتها جوه الهوست انها بتقطع اكتر عددها جوه الهوست، وكأن الهوست بيعدي نفسه. يبقى دي السايكل الثالثة اسميها اوتو انفكشن سايكل. هو ايه بيحكم الكلام ده؟ الحقيقة اللي بيحكم الكلام ده هو الظروف اللي الدودة شايفاها. يعني ايه؟ يعني لو الدودة شايفة ان الانفايرمنت حالتها كويسة وجميلة وظروفها مناسبة للمعيشة بتكمل فيها فري ليفنج سايكل، ولو شايفة ان ظروف البيئة بدأت تبقى وحشة بتتحول للانفكتيف ستيج اللي هي L3 وتنتظر اول رجل تدوس عليها وترجع للهوست تاني بارازيتك سايكل. ولو لقيت ان الهوست ظروفه كويسه جدا وممكن تكمل فيه دوره الحياه بتكمل فيه من غير ما تنزل في الاسطول، بيبقى اسمها اوتو انفكشن سايكل. طب امتى تبقى ظروف الهوست حلوه بالنسبه للدوده؟ لما يكون جهاز المناعه واقع مثلا. ما هو جهاز المناعه هو عدوه، لو الجهاز واقع يبقى هتفضل انها تبقى موجوده جوه الهوست وتعديه باوتو انفكشن سايكل. فهمنا يا جماعه؟ دي فكره الاسترونجلوستر كوراليس، ان انا هشوف منها الثلاث دورات حياه بسبب مشكلتها اللي انا قلت لكم عليها دي، اللي هي اندبندنت، يا اما ان هي تبقى اندبندنت على الهوست فلاقيها عايشه حره في السويل فري ليفنج سايكل، يا اما اندبندنت على السويل فتعيش جوه الهوست وتكتر عددها جواه وكانه بيعدي نفسه اوتو انفكشن سايكل، يا اما تقسم نفسها ما بين الهوست والسويل عادي خالص زي اي دوده تانية فسميها بارازيتك سايكل. ودول التلات اشكال لللايف سايكل، وقلنا بيتحكم فيهم ايه. طيب معنى كده ان انت قلت لي انها هتبقى دوده شريره، وكده كده ثابت قدامي انها هتختار L3 كانفكتيف ستيج، وكده كده مكان المولتس هيبقى 1 و2 في السويل، و4 هيحصل في بيتها اللي هو السمول انتستين، و3 هيحصل اثناء المايجريشن. دي في دوره الحياه اللي انا متعود عليها. امال بقى دوره الحياه الصورتين التانيين لدوره الحياه اللي انا متوقعهم، تعالوا نشوف اهو. دي البارازيتك سايكل العاديه اللي احنا متعودين عليها، وقلنا اللايف سايكل بتاعتها هتحصل ازاي. لكن الفري ليفنج سايكل يا جماعه دي مطالبه كده ان الجزء ده هو كمان هيبقى في السويل كده، يعني ومعنى ذلك ان الاربعه مولتس هيحصلوا في في السويل عادي. يبقى هي هتقعد في السويل، هينزل اهو L1 وتعمل L2 والL3 والL4 والL5 وكله بيكمل في السويل عادي خالص. الاحتمال الثالث اللي هو يبقى اوتو انفكشن سايكل انها هتكمل جوه الهوست ومش هتنزل اصلا، ومعنى ذلك ان كل المولتس لازم يحصلوا جوه الهوست ولكن مع المحافظة على شكل اللايف سايكل المتوقع. يعني ايه؟ يعني هي لارفا هي عايشة خلاص في السمول انتستين اهي، وخلفت وطلعت L1 اللي هي اللارفا بتاعتها، وجوه الانتستين هتفضل تعمل مولت الاولاني والتاني وتعمل الفيلاري فورم لارفا. الفيلاري فورم لارفا دي بقى المرة دي هتخترق ايه؟ ليها حاجة من اتنين، يا اما هتخترق جدار الانتستين وتخش منها على السيركيوليشن وبعد كده تمشي وتروح لللنج وتعمل نفس العملة اللي احنا متوقعينها وبعدين ترجع تاني للانتستين وتعمل المولت الاخير. دي اسمها كده ايه؟ اوتو انفكشن، ولكن وهي جوه الجسم. اسمها ايه؟ internal auto infection، يعني اللارفا ما خرجتش بره الجسم، كل حياتها موجوده جوه الجسم ما خرجتش بره. واحيانا اللارفا ده هي تعمل حركه غريبه قوي
الراجل وهو داخل يعمل ديفيكيشن وهي نازله في الاسطول، بدل ما تنزل الاسطول لا تقوم خرمه السكن اللي هو حوالين فتحه الشرج، ويبقى كده خرجت خارج الجسم. طالما خرجت من فتحه الشرج يبقى خرجت من الجسم للاكسترنال انفايرومنت، هي حوالين فتحه الشرج، وتخرم الجلد اللي حوالين فتحه الشرج وتمشي بنفس الطريقه المتوقعه اللي هو الفينس درينج بتاع السكن للرايت سايد اوف ذا هارت لللنج، تعمل مولت وبعدين ترجع تاني للانتستين تعمل المولت الاخير. هي كده برضو عدوى اوتو انفكشن برضو، ولكن خرجت بره الجسم، هسميها اكسترنال اوتو انفكشن. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده شكل الدوره بتاعه الحياه في الاوتو انفكشن سايكل. احنا زي ما احنا شايفين كده الموضوع كله شغال في الانتستين لحد ما توصل ل L3، وبعد كده تعمل دوره المايجريشن اللي هي بتحبها وتقوم راجعه تاني للانتستين عشان تعمل المولت الاخير ده. طيب تعالوا نشوف شكل الادلت. طبعا انا قلت لكم ان في ميل وفي فيميل، بس في بعض الناس بيقولوا ان داخل الهوست ما بيبقاش في ميل ولا حاجه، والفيميل بتقدر ان هي تخلف بالبارسينوجينيسيس، دي مش مهم اسمها، مش مطلوبه منكم، اللي هي تقدر يعني تجيب اولاد من غير ما يكون في ميل ولا حاجه. ناس تانيين زي ما قلنا بيقولوا لا، ممكن في ميل وكل حاجة لكن بيموت بسرعة. طيب انا كلمتكم يا جماعة عن الميل اللي هو مشكوك في امره في داخل الهوست، ممكن يكون موجود ممكن لا، لكن هو كده كده موجود في دورة الحياة اللي بتحصل في الاكسترنال انفايرومنت. لكن الفيميل بقى هي اللي بتختلف، في منها تو فورمز. الفورم اللي بتبقى عايشة في داخل الهوست اسمها بارازيتك فيميل، والفورم اللي بتبقى عايشه في الاكسترنال انفايرمنت بسميها فري ليفنج فيميل. طبعا البارازيتك فيميل هي اللي هتبقى اطول من الفري ليفنج فيميل، لان مهما كانت الانفايرمنت ظروفها كويسه مش ممكن هتكون كويسه زي ظروف الهوست، يعني الدوده اللي موجوده جوه الهوست وعايشه في الانتستين وعندها اكل الدنيا كله قدامها. تفاصيل المورفولوجي مش مهم ولا مطلوبه منك بتاعه الادلت يعني. طيب الدوده دي يا جماعه انا قلت لكم انها قويه ومفتريه، وقلت لكم ان مصدر افتراها انها بتنزل تحت الميوكوزا وتحط البيض بتاعها تحت الميوكوزا، ولما البيض ده يفقس بتطلع اللارفا اللي هي L1 وترجع تخرم تاني الانتستاينال وول، جدار الانتستين يعني، عشان ترجع تاني لليومن وتنزل في الاستول. معنى كده هل انا بلاقي الاجز دي في الاستول ولا لا؟ الجواب هو لا. ليه؟ لان الدوده بتروح تحت الميوكوزا، بتنزل تحت الميوكوزا عشان تحط البيض بتاعها، وبالتالي نادرا اني الاقي البيض في الاستول. الحاله بقى اللي انا ممكن الاقي البيض فيها في الاستول لما تكون الميوكوزا متاذيه لدرجه انها اتكشفت وكشفت الاجز اللي تحتها فنزل كمان مع الاستول عشان الميوكوزا متدمره، او في حالات الاسهال الشديده ساعتها ممكن الاقي الاجز بتاعه الدوده موجوده في الاستول. لكن العادي انها ما بشوفش الاجز بتاعه الاسترونجلوجستر كوراليس في الاستول. اللي بشوفه بقى هو اللارفا. انهي لارفا؟ اللي هي الربديتي فورم لارفا اللي هي L1. يبقى دي المين دايجنوستيك ستيج عندي في الاستول اللي هي L1، زي ما اتفقنا ان الدوده بتحط البيض تحت الميوكوزا والبيضه تفقس ويطلع منها L1 تخرم الجدار تاني وترجع لليومن وبعدين تنزل في الاستول وتبقى دي الدايجنوستيك ستيج. خلي بالك لان الديدان اللي قبل كده كنت بلاقي البيضه هي اللي بتنزل في الاستول. خلي بالك كمان ان انا قلت لك المره اللي فاتت ان في بيضه تانيه ما بلاقيهاش غالبا في الاستول، اللي هي بيضه الانتروبياس فيرميكيولاريس، لان امها بتروح تحط البيضه بتاعتها فين؟ في حوالين فتحه الشرج. طيب وكنت قلت لك برضو قبل كده خلي بالك ان الدوده اللي تلاقي امها بتعترض على نزولها في السويل اعرف ان البيضه دي لازم تكون ماتيور. الدوده اللي امها بتعترض على نزول البيضه في السويل اعرف ان البيضه لازم تنزل ماتيور، زي ما شفنا المره اللي فاتت في الانتروبياس فيرميكيولاريس
الدودة بتلزق البيضة حوالين فتحة الشرج، وبالتالي بتمنعها انها تنزل في السويل، فقلنا لازم البيضة تنزل متيور، وطالما منعتها كمان انها تنزل في السويل يبقى كمان لازم تبقى انفكت. بس الكلام ده في الانتروبياس فيرميكولاريس. تعال نشوف الاسترونجلويدز، هل وضعها زي الانتروبياس؟ الجواب هو اه ولا. يعني ايه؟ يعني الدودة منعت البيضة انها تنزل، لكن ما منعتش اللارفا انها تنزل. فاهمين؟ طالما منعت البيضة انها تنزل يبقى لازم البيضة تبقى ماتيور عشان اللارفا تطلع منها، لكن اللارفا نفسها تقدر تنزل في السويل عشان تكمل الماتيوريشن بتاعها، وبالتالي السويل انا هلاقي فيها اللارفا وكل حاجه، يعني اللارفا هتنزل في السويل وتكمل الماتيوريشن وتوصل للانفكتيف ستيج كمان في السويل. ومعنى ذلك ان الاسترونجلوتس تيركوراليس وضعها مختلف عن الانتروبياس فيرميكولاريس في الحته دي، ان البيضه بتنزل ماتيور اه لكن ما بتنزلش انفكتيف، بتنزل ماتيور لانها تتحط تحت الميوكوزا، ملهاش طريق انها توصل للسويل، لكن اللارفا هي اللي هتنزل للسويل وتكمل الماتيوريشن بتاعها عشان تبقى انفكتيف ستيج. ادي منظر البيضه بتاعتها. تعالوا نشوف اللارفات، ادي الخمس لارفات بتوعنا زي ما احنا متعودين بالمولز بتاعتها بنفس القاعده اللي احنا متعودين عليها. تعالوا نشوف اللايف سايكل زي ما قلنا. ادي المنظر الاولاني، هقول لك ان الادلت عايش في السمول انتستين اوف مان، هينزل لي مين بقى المره دي؟ لارفا اللي واحد، مش بيضه ولا حاجه زي ما قلنا السبب. وبعدين خطوة الماتيوريشن أنا مش هحتاجها في حاجة، لأن هي كده كده اللاربة نازلة جاهزة، مش محتاج الخطوة التالتة. طبعا أنا شرطت لك في الأنكليستوما إن السويل تكون ظروفها فيفرابل علشان اللاربة تكمل ديفلوبمنت فيها، فتيجي الخطوة رقم أربعة اللي هي فورميشن أوف انفكتيف ستيج بنفس الطريقة بقى اللي احنا متعودين عليها. الانفكتيف ستيج عندنا هي L3، وبالتالي يبقى في مولت واحد ومولت اتنين هيحصلوا هنا في التربة، وبعدين الانفكشن هيحصل عن طريق سكين بنتريشن، اي رجل حافية هتدوس على التربة هتتنقل لها العدوى. وبعد كده الخطوة رقم ستة اللي هي بقيت القصة اللي احنا اتفقنا عليها، المايجريشن واللنج والمولت اللي هيحصل، وبعد كده تروح راجعة تاني للانتستين وتعمل المولت الاخير. دي كده اسمها باراسيتيك سايكل، يعني دي السايكل العادية اللي احنا متعودين عليها. الفورم الثانية للسايكل زي ما قلنا اهو، ادي الادلت عايش في السمول انتستين اوف مان، ينزل لي لارفا تكمل دورة حياتها في السويل، ويبقى اسمها فري ليفنج سايكل. كل المولتس حصلوا في التربة، والادلت اهو كمان اتكون في التربة، بس خلي بالك ان وجود الادلت ده ممكن هو كمان يخلف ويطلع لي ال واحد وال اتنين وال تلاتة، وبعدين لما ظروف التربة تتغير ال تلاتة دي تقرر انها ترجع تاني للهوست، يعني دي مش اخرها كده مقفول على انها فري ليفنج، لا ده ممكن ترجع تاني تبقى بارازيتك سايكل، يعني مع اي رجل تدوس تقوم راجعة تاني للهوست. الصورة الاخيرة زي ما احنا قلنا اللي هي الاوتو انفكشن سايكل، كلها بقى بتحصل داخل الهوست اهو، ال واحد ال اتنين ال تلاتة دول داخل الانتستين، وبعدين ال تلاتة اللي هي اللارفا الشريرة اللي عندها القدرة على الاختراق والهجرة هتبتدي تخترق جدار الانتستين، تروح لللنج تعمل مولت، وبعد كده ترجع تاني للانتستين تعمل المولت الاخير، ويبقى دي اسمها اوتو انفكشن سايكل او اوتو انفكشن فيز. وفرقنا ما بين نوعين للاوتو انفكشن، انها قدامها خيارين، يا اما هتكمل دورة الحياة وتخرم من داخل الانتستين من الميوكوزا يعني من غير ما تطلع من فتحة الشرج يبقى اسمها انترنال اوتو انفكشن، يا اما هتطلع بره فتحة الشرج وتخرم السكين اللي حواليها ويبقى اسمها اكسترنال اوتو انفكشن. ادي منظر اللايف سايكل، مش عايزين بقى نعيد ونزيد في الكلام ده. ادي منظر النهائي لللايف سايكل اللي عندكم عشان ما تتلخبطوش. اللايف سايكل منقسمه لثلاث اشكال، السايكل العاديه اللي هو الدوده هنا عايشه جوه الادل جوه الهوست ادلت يعني، وبينزل لي اجز بيحطها تحت الميوكوزا وتفقس يطلع لي منها ال واحد، اللي هي يا اما تكمل بفري ليفنج سايكل في السويل، وخلي بالكم هنا انها ليها اختيار اهو انها تخلف وتجيب فيلاري فورم لارفا تاني،
وبعدين ترجع تاني للهوست. يبقى دي الحتة دي بس هي الفري ليفنج، لكن تقدر تكمل تاني وترجع للهوست وتبقى بارازيت. او الخيار التاني ان هي تقعد شوية في السويل وبعدين تقوم راجعة كال 3، يبقى دي كده اسمها بارازيتك سايكل. او الخيار التالت انها، خلي بالك انا ما طلعتش عن الخط اهو، كل ده فوق الخط اللي هو اوتو انفكشن سايكل، سواء كانت اكسترنال او انترنال اوتو انفكشن. عايزين نفرق ما بين الانكلستوما ديودينال والسترونجلويدستر كوراليس. يا جماعه هنيجي نشوف هنا الاثنين، المود اوف انفكشن فيهم هو السكن بينتريشن، ده مشترك في الاثنين. ليه؟ عشان اللارفا الشريره اللي هي اسمها فيلاري فورم لارفا، لكن السترونجلويدز عندها دورتين اضافيتين وهي الاوتو انفكشن سايكل والفري ليفنج سايكل زي ما قلنا. كمان قلنا ان السترونجلويستر كوراليس عندها خيار كمان، احنا قلنا انها دوده اندبندنت، واخر كلمه في اندبندنت هقولها لكم فيها هي انها اندبندنت عن الهابيتات بتاعها. يعني ايه؟ يعني تقدر تتواجد في مكان تاني وتنضج فيه وتتحول لأدلت غير الانتستين، بس بشرط ان الجهاز المناعي بتاع العيان ده يكون واقع. يعني ايه؟ والله لو الجهاز المناعي بتاعه سليم هتلتزم بدورة الحياة اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو من الانتستين لللنج ومن اللنج للانتستين وانتهى. لكن لو الجهاز المناعي واقع، ده انا قايل لكم اللارفا حبة قوي اللنج، فهتقعد فيها وتكبر وتتحول لأدلت، والأدلت يتجوز ويخلف في اللنج، وكمان يطلع لي لارفات في اللنج اللي هي ايه؟ اللي هي L1. لو لقيتها طالعه في اللنج ده معناه ان في أدلت في اللنج. انا متعود ان L1 دي كانت بتطلع في الانتستين، مش قلت لكم البيضه بتتحط تحت الميوكوزا وبعدين تطلع لارفا تخرم الميوكوزا تنزل في الاستول؟ ادي L1 كنت دايما بلاقيها في الاستول. لكن اللنج كانت اول لارفايه بتروح للنج كانت L3، وبالتالي مش متوقع ان انا الاقي L1 في اللنج. لو لقيت L1 في اللنج، ودي هعرفها منين؟ ترجمه اللنج يا جماعه هي السبيوتم اللي هو اللعاب. يعني لو لقيت في اللعاب L1 ده معناه ان فيه ادلت موجود في اللنج متجوز ومخلف. ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى دي نقطه لازم تخلي بالكم منها. اللارفي بتاعت الاسترونجلويستر كوراليس يا جماعة بتلخبطني احيانا مع اللارفي بتاعت الهوك وورمز، وبالتالي لازم افرق. صحيح انا قلت لك ان الهوك وورم بتنزل بيضة في الاستول، البيضة اللي هي بالمواصفات اللي قلت لكم عليها، اللي هي اول ما بتنزل بتبقى جواها 4 خلايا، لكن الحقيقة لو انا استنيت عليها شوية الـ4 خلايا هيبقوا 8، والـ8 هيبقوا 16، والـ16 هيبقوا 32، وبعد كده تفقس. يعني انا لو اتأخرت في فحص العينة هلاقي في العينه لارفات مش اجز، وبالتالي ده بيفرقني بيلخبطني مع الاسترونجلوستر كوراليس اللي هي اللارفا بتنزل فيها بصوره مباشره، مفيش اجز ولا حاجه بتنزل في الاستول. عشان كده لازم افرق ما بين الاثنين في المورفولوجي، مهم جدا الحته دي يا جماعه. هتلاقوا جدول كده عندكم في الكتاب يا جماعه، هو التفريق ما بين اللارفي بتاعه الورمز والاسترونجلوز مهم جدا. يعني طبعا احنا عارفين الفرق الاولاني اللي نقدر نستنتجه اللي هو وجود اللارفا في الفريش ستول. قلنا ان الاسترونجلويدز كده كده المريض اول ما يدخل الحمام خلاص بتلاقي العينه بتاعته اللي انا واخدها فريش دي، لو فحصتها دلوقتي هتلاقي لارفي في الاسترونجلويدز، بعكس الهوك وورمز. الهوك وورمز لا، بتبقى موجوده بيضه، لكن لو انا سبت العينه في المعمل سهيت عليها يعني ما فحصتهاش دلوقتي ومر عليها وقت يسمح لها بان البيض يفقس، ساعتها الاقي لارفا هناك. يبقى ده اول فرق اللي هو بريزنس ان فريش ستول، لا مش موجود في الهوك وورم لكن موجود في الاسترونجلويدز. الحاجه الثانيه بص لي كده على البكال كافيتي، انا قلت لك ان الهوك وورمز هي مشكلتها اصلا في بقها، فمتوقع ان البكال كافيتي بتاعها يكون كبير بعكس الاسترونجلويستر كوراليس بيكون قصير. الاسوفجاس في الاثنين يا جماعه بيبقى ربديتي فورم، احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم عن ربديتي فورم لارفا، يبقى لازم الربديتي فورم اسوفجاس هيبقى في الاثنين هو ربديتي فورم وكل حاجه، وتقريبا بيبقى واخد تلت حجم اللارفا. من نقط التفريق برضو الجينيتال برايمورديام هنا بيبقى في الاسترونجلويدز اكبر من بتاع الهوك وورمز. خلي بالك احنا ماشيين بالتبادل اهو، الهوك وورمز غلبت في طول البق
لكن السترونجلويدز غلبت في حجم الجينيتال برايمورد. تعالوا نشوف كمان التيل تيب اللي هو الطرف بتاع الديل. الهوك وورم يا جماعه بيبقى الديل بتاعها مدبب عن بتاع السترونجلويدز، بيبقى بلانت، بيبقى بلانت في السترونجلويدز ومدبب اللي هو بوينتد في الهوك وورمز. دي بالنسبه للرابديتي فورم لارفا. تعال نشوف كده الفيلاري فورم لارفا. الفيلاري فورم لارفا يا جماعه برضو من نقط التفريق اللي هو الديل. احنا كنا انتهينا هنا ان اللارفا بتاعت الرابديتي فورم هنا بتبقى بلانت لكن هنا بيبقى شارب. هنا في الاسترونجلويدز الديل بتاع الفيلاري فورم لارفا بيبقى باين عليه بقى ان هو نوتشد، يعني بيبقى مشقوق عليه نوتش كده. لكن الديل بتاع الهوك وورمز بتبقى بوينتد زي ما احنا متعودين. الاسوفجاس كالعاده بيبقى طوله او نقول نوعه فيلاري فورم. احنا قلنا انها فيلاري فورم لارفا يعني ليها فيلاري فورم اسوفجاس، بس الفرق بيبقى في الطول. في الاسترونجلويدز طوله بيبقى اطول شويه اللي هو بيبقى واخد نص طول اللارفا، على عكس الهوك وورم اللي بيبقى واخد ربع الطول تقريبا. واخر فرق في الفيلاري فورم لارفا هو الشيس. يعني ايه؟ يعني الهوك وورم بتبقى نازله يا جماعه لابسه شيس، غلاف كده حواليها، لكن الاسترونجلويدز الفيلاري فورم لارفا بتاعتها ما بيبقاش ليها شيس. الجدول ده مهم جدا، خلي بالكو طالما انا بتكلم عن دايجنوستيك ستيج او انفكتيف ستيج لازم اكون عارفها كويس جدا واعرف ارسمها. ماشي يا جماعه، تعالوا نشوف السلايدز المطلوبه مننا. اول حاجه زي ما قلنا دوده المقدمه بتاعتها بقها مميز جدا عامله زي فتحه الخرطوم، تبقى دي انكلستوما. ارجع لورا لقيت ديل سمكه يبقى ده ميل، ما لقيتش يبقى في ميل. الشريحه اللي عليكم منها هي الميل، يبقى دي انكلستوما ديودينال ادلت ميل. دي انا جايبها لكم للتوضيح بس. بيضه اقدر اعد خلاياها بنفسي سيجمنتد، يعني ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه. هنا برضو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه. ها كمان في سبيس، طبعا هنا مش اربعه بس في اكتر، بس الخلاصه ان انا اقدر اعد الخلايا. في هنا سبيس اهو ما بين الكونتنت، وكمان اجي اشوف البول ده والبول ده الاقي بلانت. دي مواصفات بيضه الانكلستوما اللي احنا بنقول عليها سيجمنتد ايج. عينة ستول فيها لارفات، مواصفات اللارفات دي ما تخصكش في حاجة، مش هتقدر تشوفها بعينك كمستوى طالب يعني. فلارفي موجودة في الستول، اعرف دي اللارفات بتاعة الاسترونجلويدز تيركوراليس، يبقى دي استرونجلويدز تيركوراليس لارفي. اهو الديدان الصغيرة دي يا جماعة. دي حالة بقى من الحالات يا جماعة اسمها كيوتينيوس لارفا مايجرينز. يعني ايه؟ يعني الحاله اللي بيبقى فيها لارفا بتهاجر في السكن. انا اتفقت معاكم وقلت لكم ان اللارفا بتاعت الانكلستوما بتبقى قاعده في التربه منتظره رجل تدوس عليها عشان تخترقها، تخترق السكن وبعدين تكمل طريقها بقى عن طريق الفينوس درينج وكده. الحقيقه يا جماعه اني عشان اكون دقيق كلامي هنا عن الانكلستوما ديودينال، النوع بتاع الانكلستوما الخاص بالبشر. لكن في انواع تانية من الانكلستوما مخصصة للحيوانات. يعني ايه؟ يعني بتخترق رجل الحيوان اللي يدوس عليها عشان تعمل جواه نفس اللي عملته في البشر. طيب لو انا بقى دست في التربة ولقيت لارفا من الانكلستوما اللي هي مخصصة للحيوانات وجات خرمت رجل انا كانسان، هل دي اللارفا بتاعتي؟ لا، دي مش النوع اللي يقدر يكمل دورة حياته جوايا. تفضل تتنيها تدور لها على مكان تخترق منه السكن عشان تمشي مع الفينوس درينج وتكمل دورة الحياة، ما تعرفش. فالتنيها محبوسة داخل السكن، تتفسح في السكن، تعمل مايجريشن في السكن. عشان كده انا بسميها الحالة اللي فيها اللارفا بتتفسح داخل السكن، كوتينيوس لارفا مايجرينز. ليه؟ ما عندهاش القدرة ان هي تخترق جلد الانسان وتكمل دورة حياتها جواه. يبقى انا لما اشوف صورة زي كده دي حالة كوتينيوس لاربا مايجرانس اهي، اللي هو المسار بتاع الدودة داخل السكن اهو. طيب ده منظر تاني لصورة اللي انا وريتها لكم قبل كده. دي منظر ادلت انكلستوما هابش هبشة من الميوكوزا وحطيتها في بقه اهي. ماشي يا جماعة،
يبقى دي longitudinal section through hookworm، ادي الهوكورم اهي attached to intestinal mucosa، ادي الميوكوزا. وطبعا السكشن ده زي ما خدته في الهيستولوجي مسبوب بهيماتوكسيلين وايوسين. اتمنى النهارده يكون السكشن واضح يا جماعه، تكونوا فهمتوه كويس. ربنا يعينكم ويوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.